تبلور مشروع مدينة الثقافة سنة 92 و900 وألف حين قرر بن علي حينها إنشاء مدينة ثقافية في قلب العاصمة التونسية، وقد تم تحديد تكلفة المشروع سنة 94 و900 وألف لتناهز حينها 120 مليون دينارا. لم يبدأ إنجاز المشروع فعليا إلا في سنة 2000 حين تم تجهيز الأساسات اللازمة للمنشأة عبر شركة الأخوين بوزجندا، وقد ظفرت الشركة التشيكية جيوزان سنة 2006 بالمناقصة الخاصة ببناء مدينة الثقافة لتبدأ الأشغال في نفس السنة، حيث تم تحديد سنة 2008 كأجل أقصى لإتمام أعمال البناء والتشييد. ولكن ومنذ غرة نوفمبر من سنة 2011 تم تعليق الأشغال في مدينة الثقافة حتى سنة 2015 حين تم فسخ العقد مع شركة جيوزان وإطلاق مناقصة دولية لاستئناف أعمال البناء.